مع الجميل الشغف الوسيمي والآمي ريم السعيدي ومارتن. تحضروا منيح للبرايم الرابع لأنهم بيعرفوا أي دعسة ناقصة ممكن تكون ضربة قاضية. فشو رح يقدموا الليلة وقديه رح يتقدموا بدنا نشوف. في الجايف ريم السعيدي ومارتن رايكرافت. For me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. ريم حطيتي شروطك كلهم بالغنية؟ أمس خلينا نشوف أنا وياكي شو رح يكون رأي لجنة التحكيم. الجمهور كمان بلش يصوت. دارن It was cheeky, flirty, and for the first time in this competition, Ream, it looked like you were really genuinely having fun in your jive tonight. It was such a different feel. To, you know, every week up to now, we've been quite nervous watching you dance. And tonight there was just a freedom about it. You just threw yourself into it. Wasn't rock and roll, it was rim and roll. Well done. Thank you. Oh, wow. إذن بيقول دارين إنه الرقصة كانت كلها فرح كلها انرجي وتسلية وهيدي أول مرة بحسك إنه أنت عم تتسلي على هالمسرح وخليتينا نحس فعلا إنه بشعور مختلف. ما كنتي متوترة لأول مرة كمان برجع بيقول مثل ما كنتي بالأسابيع الماضية وما كانت روك أند رول كانت ريم أند رول. Perfect. Thank you. ربيع. That was cute. أولا ريم بدنا نجرب بس شوي نخلي زيت مستوى الانرجي بين الابر بارت واللور بارت. كنت شوي كانه تارك كتافك لحالهم وايديك وعامله هيك. ثاني شغله ما تنبشي على مارتن مدي له ايدك يلا القطلي هتترقصني مثل كانه واحد عم يمثل دور. لا ويت فور هيم بيجي هو بياخذ لك ايدك هو بيقول لك بيعطيك الليد على ستيب. بس يلي بدي اقوله انه تقدم كثير ملحوظ واول مره بشوفك برات حالك خاصه انه لاتين دانس يو ديد ويل. Thank you. شكرا ربيع. ميرا انا بدي اتاهل فيكي من اول وجديد اليوم غير وحده. Thank you. غير وحده على المسرح مرتاحه وعم تتسلي. هلا اكيد حركه الاجرين فيها تكون حده اكثر وبريسايز اكثر لكن انت رجعتي على المنافسه وما بقى تخلي ولا مسرح يخوفك. اذا بدك بنجي بنقعد كل يوم معك هون. I would love to. اربعتنا. I would love to. برافو. شكرا ميرا. مازن تفضل. مثل ما قالت ميرا رجعتي وهي ريم يلي ناطرينا وكسرتي رهبه المسرح عليك برافو وشفتك مرتاحه بلا كعب كمان كنت اكثر بالارض باتصال مع الارض وهيك وانت ومارتن في هل تهتموا ببعض بطريقه ناعمه لابقه لهالرقصه اللي مرحه وفرحه بالسايد كيكس كنت حب شوف
اجريكي الطوال يكونوا يوصلوا لاخرهم تمديهم للاخر، كنت عم تبخلي علينا شوي بهالحركه هاي، بس اكيد في تطور وخليكي هيك وخلص الخوف ورانا صار. Thank you. شكرا مازن. يعني ريم هلا انتبهت انا ليه معنوياتي عاليه ومرتاح واقف بكل ساعة لابسه كونفرس مش لابسه كعب. هي صوروني خذوا لي هالصوره مزبوط يا هو اطول مني. ثانك يو جود لك انت ومارتن. لنشوف شو راح يكونوا العلامات، علامات لجنه التحكيم وعلامه الجمهور لريم. لعندك كارلا، شو هالزهر الحلو يا ريم ويا مارتن، شو هالاورنج الحلو. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش. كثير لبقت لك الجايف. ثانك يو. كثير مهضومين، كثير مهضوم انت مارتن. هلوي بارشا، برشا برشا كثير. برافو، عم يتعلم تونسي مارتن. انا عم اتعلم لبناني وهو عم يتعلم تونسي. كثير منيح، ونحن بنتعلم انجليزي وتونسي كمان. طمنيني كيف المعنويات بعد الجايف ومن بعد ما سمعتي اراء لجنه التحكيم اللي كانت مشجعه؟ اكيد يا اكيد رفعت لي شوي في معنوياتي. I'm sure next week will be much better. ان شاء الله يا رب. يلا خلينا نشوف العلامات كيف رح تترجم من قبل اعضاء لجنه التحكيم. اليكم علامات لجنه التحكيم. مازن كيوان 7، ميرا سماحه 7، ربيع نحاس 6.5، دارن بنت 7، تقريبا 7 يعني اجمعوا على رقم 7 الا ربيع. اكيد دائما مع ربيع العلامات بتضيع. الجمهور شو راح يحط على الجايف؟ 7.5. يعني الجمهور عن جد عم بيكون كثير قريب برايه من اراء لجنه التحكيم، و35 بتجمعوا انتم اخر كوبل. اعلى علامه هي لبديع مع 44 نقطه، اوطى علامه 29.5، انتم 35. بنشوف ترتيبكم بالتابلو، عم تتعادلوا مع رضا وتقريبا بالمرتبه الوسط ريم. منيح منيح، برافو. اذا بتحبوا ريم وبدكم تشوفوها الاسبوع المقبل على هالمسرح، فما تترددوا بارسال اس ام اس على اي رقم معتمد من قبلنا. رقم لبنان حفظتوه 1087، ورقم تونس ريم حفظته 85088 85088. فودوا انا اكيد دي اس 1، فودوا اس ام اس بيتضمن دي اس 1 مثل ما قلت لكم مارتن مصر دي اس 1.